تنضم إلينا من مدينة تولوز الفرنسية إيمان مسلماني الكاتبة الصحفية. سيدة إيمان أهلا بك. إذن تجديد أمني غير مسبوق ربما في فرنسا في أعياد فرنسا الوطنية، ماذا يؤشر ذلك؟ صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. في العموم هذا اليوم هو يوم مهم جدا جدا للفرنسيين، هو يوم احتفالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخصوصا هذه السنة التي حصل 14 يوليو يوم الجمعة. هذا يعني أن هناك عطلة ويكند طويلة بالنسبة للكثير من الفرنسيين الذين سافروا إلى أهلهم أو سافروا إلى باريس لمشاهدة الألعاب النارية أو مشاهدة العرض العسكري، فهو يوم فعلا هو يوم مهم جدا للفرنسيين. أما بالنسبة للتشديدات الأمنية فقد شهدت فرنسا منذ نهاية الشهر الماضي هذه التشديدات على معظم أو في معظم أنحاء المدن الفرنسية، واليوم بصراحة كان هناك تخوف كبير بسبب تجمعات الناس الكثيرة للاحتفالات، ربما سيكون هناك بعض المشاكل وبعض العنف وبعض أعمال الشغب، فكانت الحكومة الفرنسية قد حاولت نشر الكثير من البوليس والدرك في شوارع الفرنسية وفي مناطق الاحتفالات خوفا من نشوب أعمال العنف بشكل عام. ولكن هل شهدت فرنسا في سابق أعوامها مثل هكذا تجديدات أمنية أثناء الاحتفال الوطني باليوم بالعيد الوطني لفرنسا؟ هلا بالعموم هم يحاولون أن يكون هناك بعض التجديدات الأمنية في هذه الأيام بسبب وجود أعداد هائلة أو أعداد كبيرة من الناس في مكان محدد، ولكن طبعا ليست كهذه السنة. ولكن الآن مثلا الملاحظ أن الإعلام الفرنسي يتذكر في هذا اليوم يتذكر عام 1953 ب 14 يوليو 1953 بحسب ما أسماه المخرج دانيال كوبكرشتاين في فيلمه رصاصات 14 يوليو، حيث كان هذا اليوم اسمه العرض الشعبي يتحول إلى حمام دم، وهذا في عام 1953، حيث كان هناك أعمال شغب وأعمال عنف كبيرة وقتل على أثرها ستة فرنسيين من أصول جزائرية وفرنسي من أصول فرنسية. فهم في العموم يخافون هذا اليوم أن يتحول إلى يوم فيه أعمال عنف أو إلى يوم دموي، فلهذا تكون التشديدات الأمنية في هذا العام التشديدات الأمنية أكبر بكثير، لأن الأيام القليلة السابقة كان فيها الكثير من أعمال العنف والكثير من أعمال الشغب وحرق السيارات. فهذا اليوم فعلا في هذه السنة هو يوم يعني يوم مخيف بالنسبة للحكومة الفرنسية وللبوليس الفرنسي. طيب سيدة إيمان، يعني بالحديث عن هذا اليوم وأنه مخيف كما تقولين الآن، واستمرار أعمال العنف في مدن عدة في فرنسا، يوم أمس شهد محرق أو حرق أكثر من 218 عجلة وإصابة 97 شخص نتيجة أعمال عنف سبقت يوم الاحتفال، كيف يمكن أن تتعامل الحكومة الفرنسية مع هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر والتوتر المقابل؟ طبعا اليوم مثلا هناك الكثير من المدن، هلا في العموم في مدينة واحدة في هذا اليوم يكون هناك عدة نقاط للاحتفال، سواء الاحتفالات في الموسيقى خلال اليوم او احتفالات الألعاب النارية في المساء، وتكون يعني تكون محددة في عدة اماكن من المدينة. اليوم هناك بعض المدن التي ألغت نهائيا الاحتفالات أو ألغت نهائيا الألعاب النارية بالذات من أجل عدم يعني من خوفا من الشغب بصراحة. وهناك أيضا في الأيام الماضية كان هناك الكثير من العقوبات، عقوبات في السجن وعقوبات كبيرة، إحدى العقوبات وصلت إلى 6 أشهر بسبب أعمال الشغب لإحدى الفتيات. فهذا الأمر تحاول من خلاله الدولة أن تسيطر قليلا على أعمال الشغب، بالإضافة إلى منع بيع كل الألعاب النارية للأشخاص. يعني اليوم لا يستطيع أي إنسان أن يذهب إلى محلات الألعاب النارية لشراء الألعاب النارية. وقد أيضا قد تكلم بعض المحلات الكبيرة أو المستوردين الكبار للألعاب النارية في فرنسا
أن كل الألعاب النارية التي شاركت في أعمال الشغب هي ألعاب نارية مشترى من الخارج الفرنسي، فلهذا الآن هناك مراقبة كبيرة للصادرات أو للواردات التي تأتي إلى فرنسا، وخاصة للواردات التي تأتي كألعاب نارية للمشاركة سواء في الاحتفالات أو في أعمال الشغب الأخرى. نعم سيدة إيمان من تولوز الفرنسية، إيمان مسلماني الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لك.